بسم الله. طريقة تسمية الورك سيت حسب ديزني لاند نيويورك، ممكن تروح مقسمهم حسب اللوكيشن، فتروح كاتب اللوكيشن مثلا الجزء اليمين او الجزء الشمال، او نورث وينج ستراكشر فاونديشن كونكريت، هتعمل ورك سيت تسميها ان فاونديشن كونكريت، وممكن تقسمهم حسب العناصر، تمام، ام اي بي اتش فاكس تيم، وممكن تقسمهم حسب اليوزر، تمام، بحيث مثلا عندك احمد ومحمد ومصطفى كل واحد فيهم شغال في جزء معين وعارف هو شغال في ايه، فممكن تقسمهم ورك سيت حسب كده، او ممكن تقسمهم حسب الدور، لو انت عندك المعماري في موديل والانشاء في موديل والكهرومكانيكا في موديل، فممكن كل واحد فيهم يقسم حسب الدور. هي الفكره كلها ان احنا نكون متفقين على طريقه التسميه، ما بقاش في 20 واحد بيسموا كل واحد بيسمي شكل، تمام، من تحت طريقه التسميه ده سهل كتير.